الفائده ديالنا حنايا فاش تمنع الترانزيت كان كيبقى كيحط الحوت ديالو البحري وكيشوف الحوت ديالو وكيبقى الحوت في واحد الجوده مزيانه، ماشي بحال كان كيمشي الحوت كتشوف الثمن كتعرف الثمن وبزاف كلشي على عينيك، ما كتخفاش عليك شي حاجه اللي هي كيمشي الحوت ديالك ما كتعرفو فين مشى، واش مشى على برا ولا مشى ما عرفتيش فين مشى انت الحوت ديالك كاع، ماشي بحال لا كتشوف الحوت ديالك وانت كيكون عندك المدخول ديالك الا كيتباع الحوت ديالك كامل كيكون عندك المارشي يعني كي لا كيس ديالك كتكون مزيانه، هادي ماشي بحال من قبل كان بنادم والو ما كيدخل لك والو في العماره ديالك ما كتدخل كل شيء كيمشي يمكن على برا ولا ما عرفناش حنايا شنو كاين كاع، ولكن هنايا فاش ولينا كنبيعوا في البلاصه ديالنا حنا اللي كنجيبوا الحوت حنا اللي كنحطوه حتى كيتباع كيبقى الحوت مزيان وكيعرف حتى البحري الثمن اللي تباع فيه الحوت